السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. هعمل لكم النهاردة بريوش بس تحفة زي القطن من جوه. بصوا عامل ازاي، حلو قوي 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 للفطار او للعشاء، سهل التحضير، مش بياخد مننا وقت خالص، يدوبك بس تخمير العجينة هو ده اللي بياخد وقت، غير كده كل طريقته سهلة جدا. بصوا عامل ازاي من جوه، ابيض وهش وطعمه تحفة وجميل قوي. طري جدا، شايفين طعمه حلو قوي. هنقدمه بطريقة بسيطة جدا جدا عشان تقومي تعمليه على طول بعد ما تشوفي الفيديو. اول حاجة هنحتاج معانا هنا 2 كوباية من الحليب الدافي، 2 كوباية من الحليب الدافي هنحطهم في طبق غويط، تمام، وهنحط عليهم 1/2 كوباية سكر، وهنحط عليهم 2 معلقة كبار من الخميرة، وهندوب الخليط ده كويس جدا ونغطيه بس 5 دقايق ولا حاجة. احنا ليه دفينا الحليب؟ لانه الجو برد جدا. تمام، بعد ما غطيناه هنرجع بعد 5 دقايق بس وهنحط 2 بيضتين، وهنحط 1/4 كوباية من الزيت، طبعا المقادير بسيبها لكم في صندوق الوصف. هنا حطينا 2 بيضتين وحطينا 1/4 كوباية زيت، وحطينا 1/2 معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنضيف هنا 4 كوبايات من الدقيق، وهنقلب كويس. المفروض هنحط 6 كوبايات من الدقيق، بس احنا حطينا 4 في الاول لغاية ما ندوبهم كويس جدا، وبعدين نضيف الباقي بالتدريج. ادي 1 كوباية كمان، بقوا كده 5 كوبايات من الدقيق. انا هفضل استخدم المعلقة لغاية ما الاقي خلاص لازم اتدخل بايدي. وادي 1/6 كوباية هنحط نصها، طبعا العجينة دي ممكن تاخد معاكي من 6 كوبايات ل7 كوبايات حسب نوع الدقيق. هعجن بقى بايدي كويس قوي. ايه العجينة اصلا المفروض هتكون بتلزق وهتكون طرية، وهو ده سر البريوش اللي بيكون طري وزي القطن من جوه. بعيد عليكم تاني كل المقادير اللي حطيناها، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هنا هحط كمان زبده، وانا بعجن كده هدخل حوالي 3 معالق كبار من الزبده، واعجن كويس جدا. الزبده بتضاف اثناء العجين، وطبعا لازم الزبده بتاعتنا تكون بحراره المطبخ. هفضل اعجن في العجينة كويس لغاية ما تديني قوام ناعم كده، وكمان بتمط هي كده شوية. بصوا عاملة ازاي، انا عجنتها حوالي 5 دقايق او 6 دقايق وهي كده بقت تمام وجميلة قوي. بصوا عاملة ازاي، انا عمالة اشد فيها واوريكم، هي بتكون بتلزق كده، ده طبيعي يعني. انا مش هشيلها من الطبق بتاعها، خليها زي ما هي وهغطيها وهسيبها تخمر. عايزه اقول لكم بتاخد وقت كبير قوي في الشتاء في التخمير، يعني ممكن تدفي فرن البوتاجاز وتحطيها يكون دافي مش سخن مولع، يعني عشان ما تستويش. احنا بس عايزين نخليها في مكان دافي علشان تخمر وتدينا نتيجه كويسه. انا هنا مسحت وش العجينه بمسحه زيت كده وهغطيها وهشيلها في مكان دافي. تمام، فات حوالي 1.5 ساعة العجينه بتاعتنا خمرت وبقت تمام. هجيب بقى معايا صينية واحط فيها ورقة زبدة، هحاول اقطع ورقة الزبدة كده من الجوانب عشان ادخلها جوه الصينية. احاول بقى اظبطها كده بحيث تكون الورقة محطوطة مظبوط. البريوش ده من الحاجات الجميلة جدا وبيتباع في المخابز ومش مكلف خالص، ما شاء الله كمية كبيرة زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو من 6 كوبايات دي اللي احنا حطيناهم. وادي شوية زيت هندهن ورقة الزبدة كويس قوي،
من الجوانب ومن الحتت المقطعة دي، ندهنها كويس علشان تلزق كده وما تغلبناش واحنا بنحط العجينة. طبعا لو عايزة البريوش يكون عالي قوي ممكن تصغري حجم الصينية، انما انا بحبه يكون زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. هقطع حتت صغيرة كده من العجين، مش صغيرة قوي يعني متوسطة، وهحطها دوائر كده جنب بعض، هحط تلاتة وتلاتة وتلاتة. هتشوفوني دلوقتي وانا بحطهم، حتى انا هلاقي القطعة كبيرة شوية هصغرها وهنبعدهم عن بعض شوية بس عشان لما يخمروا هيتماسكوا في بعض، بس ايه ما يكونوش لازقين في بعض قوي يعني. تمام، طبعا تقدري تصغري الكور دي وتقدري تكبريها للحجم المناسب ليكي، اعمليه. شايفين لازم يكونوا بعيد عن بعض شوية شوية بسيطة يعني، هم اصلا شبه لازقين في بعض يعني، بس ايه ما يكونوش لازقين في بعض قوي لانها هتخمر تاني، وبعدين لما ندخلها الفرن كمان يعني هتزيد في الفرن تاني. شايفين؟ عاملها زي البقجة كده واقلبها واحطها. بصراحه من احلى المعجنات اللي بتبقى حلوه قوي قوي في الشتاء. عايزه اقول لكم ريحتها كانت خطيره وهي في الفرن، ولما خرجت كمان من الفرن دهناها كده بحاجه جميله قوي هتعجبكم، فعملت ريحه قويه جدا وكانت ما شاء الله ماليه البيت كله ريحه كده، وريحتها كانت حلوه قوي. هغطيها واسيبها كمان حوالي نص ساعه زي ما انتم شايفين، ابتدت ريحت على بعض كده شويه، وهجيب بيضه وعليها معلقه من الحليب وعليها فانيليا، والخليط ده اللي انا هدهن بيه وش البريوش بتاعي، يعني بيضة كاملة وعليها معلقة كبيرة من الحليب وعليها فانيليا، او لو عندك نسكافيه هتحطي نسكافيه. هدهن الوش بتاع البريوش بتاعي قبل ما يخش الفرن، وطبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 220، يعني درجة حرارة عالية جدا. وهنحط الصينية في الرف الوسطاني. عايزة اقول لكم انا محتاجتش اولع الشواية، هي احمرت لوحدها. انا عندي هنا سمسم كمان هحطه على الوش، سمسم ابيض. طبعا البريوش ده بيكون حلو يعني مسكر. هدخلها الفرن بقى وارجع لكم اول ما تستوي على طول. لسه خارجه من الفرن حالا وسخنه جدا، وهي سخنه كده هجيب معلقه كبيره من العسل الابيض، عسل النحل، او لو ما عندكيش عسل نحل هتحطي شربات، شربات عادي اللي بنسقي بيه الحلويات. وهتدهني الوش بتاع البريوش وهو لسه خارج سخن كده، طبعا بيدينا طعم حلو جدا وشكل حلو كمان، بتكون بتلمع كده وطعمها بقى معسل كده لانه ده عسل ابيض طعمه حلو قوي، هيكون على البريوش خطير. شايفين العسل عمل لون ابيض ازاي علشان هو سخن جدا البريوش. انا هنا رشيت كمان رشة جوز الهند كده على الوش، هتمسك طبعا في العسل وهسيبها تهدى خالص علشان بعد كده نطلعها وتبقى طرية. شايفين بعد ما بردت خالص ابتديت اشيل من عليها ورق الزبدة، بصوا بصوا عاملة ازاي طرية جدا جدا جدا، شايفين الجمال، ومن جوه تحفة هشة وجميلة ولونها أبيض طعمها حلو قوي بجد. وصفة حلوة جدا جدا تستاهل التجربة، أتمنى تجربوها وتعجبكم. تقدروا تحشوا البريوش بأي حاجة انتوا بتحبوها، بس أنا بصراحة حبيته وهو سادة كده مش محتاج أصلا أي حاجة، كفاية العسل اللي حطيناه على الوش. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. شايفين الجمال؟
تحفة، هي لسه سخنة على فكرة، ما بردتش، بس أنا مستعجلة أوريها لكم، كل ما تبرد بتطرى أكتر.